ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت لي أحمد النبي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى المنصة إذن، كما قلت لكم سندخل في صلب الحفل وصلب الموضوع. أدعو إلى المنصة فضيلة الشيخ الطاهر السريش لكي يلقي علينا محاضرة بهذه المناسبة الطيبة، فليتفضل مشكورا مأجورا. له الخيار طبعا أن يجلس أو تفضل الشيخ. كما تحب. والنعمة المزداد والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأخص بالتحية ضيفنا الكريم الشيخ شمس الدين الذي تجشم عناء السفر من أجل أن يحدثنا بهذه المناسبة. وواقع الأمر أن الحضور هنا إنما جاء من أجل أن يستمع إليه، وسأترك له فسحة من الوقت ليحدثكم أيضا أو ليحدثكم في أغلبه. لكني أبدأ فأقول إن الذي جمعنا هنا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الميلاد الشريف الكريم هو الذي اجتمعنا من أجل أن نحتفي بذكرى ميلاده. هذا الاحتفاء الذي يعبر عن معنى دفين في قلب كل مؤمن قد تغطي عليه مشكلات العصر بأحوالها وأدرانها هذه التي نعيشها، لكنها سرعان ما تنكشف في مثل هذه المواقف. ينكشف حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتغلغل في سويداء قلوبنا إن شاء الله تعالى. ذلك أن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو أس الإيمان وأصله، وعليه أو منه تنبثق كل أعمالنا الصالحة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. بل من أراد أن يحبه الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تعالى، يحببكم الله. فهذه هي القاعدة أيها الإخوة الكرام. فإذا إذ نحتفي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نحتفي بتلكم الشخصية التي أرسلها الله تعالى من أجل أن تكون نبراسا للعالمين. ذلك أن الله تعالى لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم تعرفون العالم أي آنذاك كيف كان وكيف أصبح بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. والآن تنتكس البشرية مرة أخرى إلى جاهليتها الأولى، ونحن بحاجة إلى أن نحيي تراث محمد صلى الله عليه وسلم، أن نحيي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، أن نحيي الشرائع التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. نريد ابتداء أيها الإخوة الكرام أن نتحدث أو أن نحيي تلكم القيم والأخلاق والشيم التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه القيم أو الأخلاق أيها الإخوة الأكارم التي يشكو منها الناس اليوم، يشكو من ضياعها، نشكو من ضياع الخلق الرفيع، نشكو من ضياع الرحمة من قلوبنا، كما كان الأخ الذي يتحدث آنفا حتى أصبح ينتمي إلى الإسلام من يفتخر بذبح الناس علانية. والله عز وجل لما مدح نبيه صلى الله عليه وسلم قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهل نحن نمثل الرحمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ وانظروا إلى هذا التعبير، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العلماء علماء اللغة يقولون إن
المصدر لا يوصف به إلا على وجه المبالغة، لأنه غير مشتق. فعندما يقول الله عز وجل لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكأنه عليه الصلاة والسلام الرحمة ذاتها، هو الرحمة ذاتها. ولذلك كان هذا الوصف، وقال رحمة بالمؤمنين أيضا. فإذا أين رحمتنا بالعالمين؟ أين هذه الرحمة في سلوكنا اليوم؟ عندما نفتخر بإرهاب العالم، عندما نفتخر بهذه الأفعال الشنيعة التي نشاهدها بيننا. إذا أيها الأخوة الكرام، عندما نريد أن نحتفي بميلاده الشريف عليه الصلاة والسلام، عندما نجتمع مثلا هنا في الجامعة ونحن طلبة علم، عندما نجتمع هنا ينبغي علينا أن نتذاكر هذه المعاني الإيمانية، أن نتذاكر معنى أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وسلوكه وقيمه وشرائعه، معنى أن نحيي هذه القيم. وأنتم تعرفون في إسلامنا طوال تاريخه إنما انتشر بقيم المسلمين وأخلاقه، وهذا الذي كان يمثله النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى بدايات البعثة المشرفة، كيف وجدنا الناس اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من أخلاقه وقيمه، حتى أن أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها لما جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما استدلت على صدقه وعلى أن الذي نزل عليه في غار حراء إنما هو وحي من الله تعالى، انطلقت من قيمه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، انطلقت من مجموع القيم التي تعرفها في شخصية عليه الصلاة والسلام. وقد عاشرته 15 سنة، هي مدة كفيلة بأن يعرف الإنسان فيه من يعاشر ومع من يتحدث. لما جاءها عليه الصلاة والسلام قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ من أين انطلقت؟ انطلقت من القيم التي تعرفها في شخصية عليه الصلاة والسلام. قالت له إنك تصل الرحمة، تحمل الكلة وتعين من يجرب عنك إلا صدقا، إلى آخر ما قالت له رضي الله تعالى عنها. فكانت انطلقت من مجموعة القيم التي يحملها عليه الصلاة والسلام لتستدل على أن الذي أنزل عليه إنما هو وحي من الله تعالى. وهكذا كل من عرفه عليه الصلاة والسلام. هرقل لما وقف أمامه دحية الكلبي وسأل هرقل دحية عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال له لا والله ما جربنا عليه كذبا قط. قال له وكذلك الأنبياء لا يكذبون، الأنبياء لا يكذبون وأتباع الأنبياء أيضا لا يكذبون. قال هل جربتم عليه الغدر يغدر؟ قال أبدا ما جربنا عليه غدرا. قال وكذلك الأنبياء لا يغدرون. انطلق من القيم والأخلاق أيها الأخوة الكرام ليستدل على أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسالة الحق، لأنهم كذلك الأنبياء. وعندما ندرس في العقائد نجد أن علماءنا حددوا مجموعة من القيم والأخلاق يجب أن يتصف بها الأنبياء جميعا، فقالوا عن الأنبياء ينبغي على الأنبياء أن يتحلوا بالصدق والأمانة والفطانة، فعددوا مجموعة من القيم اعتبروا هذه القيم هي النموذج الذي تبنى عليه النبوة، وهي القيم التي يبني عليها أتباع الأنبياء أيضا رسالتهم ودعوتهم إلى العالمين. نحن أيها الأخوة الكرام عندما نقول نحن أتباع محمد نحن أيضا وجه للإسلام ننشره بين العالمين. هذا الوجه إنما يكون باتباع القيم والأخلاق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون أيها الأخوة الأكارم أن المسلمين الأوائل لما حملوا هذه القيم والشيم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام نشروا الإسلام في ربع العالمين. هذه الدول جنوب شرق آسيا كلها، أندونيسيا وماليزيا وغيرها، هذه البلدان ما دخلها الفاتحون، ما دخلها المسلمون بجيوشهم، إنما دخلوها بأخلاقهم بقيمهم. ذهب التجار المسلمون هناك فنشروا الإسلام، لما شاهدوا هذه الأخلاق قالوا هذه أخلاق الأنبياء، فدخلوا في دين الله أفواجا. هذا الذي أيها الأخوة الكرام هذه الرسالة هي التي نسعى إلى ترسيخها اليوم. انظروا إلى أحوالنا اليوم، هل نحن فعلا ننتمي إلى هذه القيم، هذه القيم الضرة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل أخلاقنا وقيمنا الآن أصبحت تحت
تحت المحك. القيم، قيم الرحمة، قيم الحياة، قيم الشهامة إلى آخره. حتى قال علماؤنا، قالوا إذا ضاعت النخوة من قلوب الرجال وضاع الحياء من وجوه النساء وضاعت الرحمة من قلوب الحكام فأذن بقيام الساعة. أين هذه القيم التي كانت ممثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الحياء عليه الصلاة والسلام؟ انظر إلى أحوالنا النظامية اليوم. نحن في الجامعة أيها الأخوة الكرام، من المفروض لم يتهيأ لي مكان، نقول فرصة أخرى إن شاء الله تعالى، لكن أن يجعل الإنسان ذلك منبئا مما عن أشياء توحي بقلة النظام أو شيء من هذا، فهذا ما لا يقبله مسلم أيها الأخوة الأكارم. عندما يضيع منا قيمة الحياء مثلا، تضيع منا أشياء كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان جالسا في المسجد، والحديث في صحيح مسلم، فدخل عليه ثلاثة من الناس، أحدهما وجد مكانا في الحلقة فجلس، والثاني لم يجد مكانا فجلس خلف الحلقة، جلس خارجا يعني. والثالث لما لم يجد مكانا انصرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه. الحياء شعبة من شعب الإيمان، إذا ضاعت من الرجال والنساء فأذن بقيام الساعة. الحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. قال واصفه سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وهكذا مجموعة القيم جميعا، وقد صنف فيها علماؤنا كثيرا من الكتب والرسائل، ودونوا فيها المصنفات العلمية. حيثما وضعت أصبعك أو يدك على خلق من الأخلاق، وجدت محمدا صلى الله عليه وسلم تربى على عرشه، يعطيك كيف يكون الإنسان في هذا الخلق صدقا وأمانة ورحمة وحياء وبرا بالآخرين ودعوة إلى الحق وجهادا في سبيل الله، أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. كل القيم التي تحمدها البشرية اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فيه الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إنك لعلى خلق عظيم، فوصفه بهذه العظمة، عظمة الأخلاق التي ربما افتقدنا الكثير منها. أيها الأخوة الأكارم، إذن عندما نراجع أو عندما نلتقي في مثل هذه الاحتفاليات، فإننا نجعلها مراجعة للذات من أجل أن نرجع إلى الهدي النبوي الشريف. لا أطيل عليكم أيها الأخوة الأكارم، وقد اعتذرت ابتداء عن السبب في ذلك، فأسأل الله تعالى أن يديمنا الرشد والتوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا عربونا على حب النبي صلى الله عليه وسلم، على حبه أولا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم حب الصالحين من عباده، فإن حبهم خير وبركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.